مشاهدينا الكرام، على الهاتف السياسي المعروف والبرلماني المعروف، أفضل من سمعت منه أحاديث تحببك في بلدك مصر، وطنية ممزوجة بثقافة بعلم، عاصر الأجيال، تعلم الكثير، أستمتع بحديثي دائما معه، إنه النائب رجب هلال حميدة البرلماني السابق. معالي النائب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ رمضان، وأهلا بك وبضيفك الكريم دكتور عبد العزيز. أسعدتني وشرفتني بالاتصال معاليك. سيادة النائب، اليوم كان في اجتماع سألت حضرتك سؤال أنا بتسأل عنه كتير. نعم. الناس بيقولوا الطرق شغالة ما شاء الله، هنا طريق هنا كوبري، طب احنا كشعب تعبان هناكل أسفلت؟ حضرتك كان لك رد أعجبني جدا جدا، أتمنى حضرتك يوصل هذا الأمر للشعب المصري، كيف ترى هذه الطرق؟ تمام، شكرا لحضرتك، هو أمر مهم جدا. والناس عندما تتساءل هم على حق، ومن حقهم أن يفهموا ويعلموا. تمام. وهذا دور الإعلام، ينبغي أن يفهم الناس بأن يستضيف المتخصصين والمتابعين والمراقبين حتى يوضحوا للناس لماذا تسعى الدولة بكل مؤسساتها وبإشراف ودعم كامل من السيد رئيس الجمهورية لهذه الثورة في الطرق التي أصبحت علامة فارقة في الوطن، وتحدث عنها الكثيرون من المحيطين. تمام. في عالمنا العربي حتى في الدول الأوروبية، الطرق يا سيدي التي بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست وليدة هذه اللحظة. تمام. هو مخطط كبير، خطة متكاملة، وضعت آلياتها، وضعت خططها، وضعت كل الرسومات الهندسية الخاصة بها ومحددة منذ سنوات طويلة، إلا أن الحكومات السابقة على أحداث 25 يناير كانت حكومات لأسباب تتعلق بها، إما أسباب شخصية أو مالية إلى آخره، لم يستطيعوا أن يتخذوا القرارات الجريئة للبدء في هذه الشبكة العملاقة من الطرق. تمام. جاء الرئيس السيسي ومعه الحكومات فشرح له الأمر تماما، فكان رجلا جريئا في اتخاذ القرار، لأن سمات القيادة والرئاسة تتوافر في هذا الرجل، عنده جرأة، يريد أن يبني وطنا جديدا. تمام. رئيس السيسي بيبني دولة حديثة، بيبني دولة جديدة. هذه الطرق يا سيدي ليست فقط لاستخدام الاستخدامات المواطنين المتعددة، يظن البعض أنها مهدت وأنشئت وأصبحت بهذه الطريقة لكي يسيروا عليها بسهولة. لا يا سيدي، إن الطرق في حقيقتها هي تخلق حضارة جديدة. كل طريق ينشأ هو يخلق حضارة. يعني إيه يخلق حضارة؟ نعم. الطريق عندما ينشأ في عمق الصحراء أو في امتداد الأراضي الزراعية أو في أي منطقة، يقوم على جانبي الطريق من اليمين ومن اليسار مشروعات جديدة، تقام من حول الطرق مشروعات صناعية، مشروعات زراعية، مشروعات سياحية. أضف إلى ذلك أنها تخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، تعظم من قيمة الاقتصاد. كيف يكون ذلك؟ مثلا الصحراء المترامية الأطراف، سواء الصحراء الغربية أو الصحراء الشرقية، هذه الصحراء في باطنها خيرات كثيرة من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا البلد. تمام. هذه الصحراء فيها حديد، فيها منجنيز، فيها بوتاسيوم، فيها زنك، فيها رصاص، فيها الومنيوم، فيها نحاس، فيها ذهب، فيها بترول، كل المعادن الماتيريالز اللي هي الخامات كلها موجودة في باطن الأرض. تمام. طيب هذه الصحراء المترامية الأطراف الشاسعة كيف نصل إليها؟ بالطرق. هل نهبط عليها بطائرات من الكون؟ لا. هل نأتي بملائكة تسقط في الأرض لتستخرج لنا كنوزها؟ لا. لا. إنما الرئيس السيسي ومعه الحكومة ومعه المتخصصين قرروا أن يصلوا إلى عمق الصحراء ليستخرجوا هذه الخيرات. فكانت هذه الطرق ضرورة يستخدمها المواطن لتسهل وتيسر عليه الانتقال من مكان إلى آخر في نصف الزمن الذي يقطعه، وفي نفس الوقت تحقق هدف آخر، نقل التجارة بسهولة
بين محافظات مصر من الشمال إلى الجنوب ومن الصعيد من الغرب إلى الشرق، تسهل عملية التجارة، فيحدث تبادل تجاري كبير جدا ويعود بالنفع على المصريين. وبعد ذلك نصل إلى عمق الصحراء بسهولة عبر الوسائل التكنولوجية والمعدات والبشر، نستخرج هذه المعادن ونصنعها أو نبيعها كخام، فيحقق ذلك مردود اقتصادي ومالي يضخ في خزينة الدولة. تزداد هذه الموارد، تستخدمها الدولة، تبني مستشفيات، تطور عشوائيات، تبني سكن. ومن ثم ترى المتابع المنصف يرى أن في خلال 4 سنوات استطاع الرئيس السيسي والحكومة أن يصنعوا 1,500,000 شقة سكنية. هذا رقم كبير جدا في 4 سنوات. استطاع أن يطور كثير من العشوائيات التي كان يسكنها الناس بشكل غير آدمي، وكانت موبأ ومرقع للمخدرات وللبلطجة وللعنف وللتسول وللدعارة إلى آخره. أدلل على ذلك فقط، الذي يريد أن يرى ذلك بأم عينه يذهب إلى وسط القاهرة، منطقة تسمى تل العقاري في منطقة سيدة زينب، يرى تطورا مذهلا. يذهب إلى مثلث مسبيرو الذي كان يعتبر نقطة وصمة عار في قلب القاهرة وعلى الكورنيش، نقل الناس بشكل حضاري، سلمهم الشقق، أعطاهم التعويض الكافي، وثم تتحول هذه المنطقة إلى منطقة تضر المليارات على خزينة الدولة المصرية. فشبكة الطرق يا سيدي هي ضرورة حتمية تأخرت كثيرا لتحقق للمواطن سهولة الانتقال في يسر، وتنقل عملية التجارة في سهولة وفي يسر. أيضا هذه الطرق هي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري، هي عمق استراتيجي. أصبحت مصر كلها الآن قرية صغيرة فيها طرق طولية وطرق عرضية، يسهل انتقال قواتنا سواء من الجيش أو من الشرطة لمكافحة الجريمة والإرهاب والتطرف ومكافحة المخدرات ومواجهة الأعداء الذين يطمعون في بلادنا في سهولة، عندما يكون لدينا شبكة طرق عملاقة وشبكة كباري عملاقة، نستطيع أن ننقل القوات والأفراد والمعدات في سهولة في أي نقطة. تستطيع أن تنقل المعدة من القاهرة إلى أسوان في 5 ساعات بدل ما كنت تنقلها في أيام متتابعات، يكون العدو والمجرم قد تمكن من بلدنا وفعل فعلته واستوطن به. هذه الحقائق ينبغي أن يفهمها الناس وأن يفهمها المتخصصون، وأن يقوم الإعلام بدوره لتبسيط الأمر للناس وتقديم المفاهيم التي ينبغي أن نفهمها جميعا. السياسي المخضرم النائب المحترم النائب رجب هلال حميدة، أتمنى وجود حضرتك معايا الهواء مباشرة للحديث عن مصر المستقبل. شكرا لحضرتك.